هذا تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 هجرية. هذا الكتاب هو المجلد السادس، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1422 هجرية. في هذا الكتاب في تفسير سورة الأنبياء الآية رقم 19، قول الله سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده. يقول: وعند هنا أي كلمة عند هنا لا يراد بها ظرف المكان، لأنه تعالى منزه عن المكان، بل المعنى شرف المكانة وعلو المنزلة. انتهى كلام الإمام أبي حيان الأندلسي، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البرهان والبيان.